بدء تصوير فيلم الست لامنة زكي والمخرج مروان حامد. كوكب الشرق أم كلثوم صورة أرشيفية. خلال الأيام الماضية تم بدء تصوير فيلم الست الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويجسد بطولة الفيلم الفنانة منى زكي، ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد. الاستعانة بفريق عالمي للمكياج والصوت بفيلم الست. ويأتي فيلم الست من إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بي جي تايم وشركة سينرجي فيلمز وشركة فيلم سكوير، الذين استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياج الخاص بأم كلثوم، وأيضا فريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة. وكان قد أعلن كل من الشركة المتحدة والأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بأن فيلم الست من أفلام الإنتاج المشترك والمدعوم من صندوق بي جي تايم لدعم المحتوى العربي. يذكر أنه في فبراير الماضي كان الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في مصر عن إنتاج فيلم الست من بطولة منى زكي عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم وإخراج مروان حامد، وذلك خلال إعلانه عن إطلاق صندوق بيج تايم الاستثماري، والذي يخصص لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي. وكشف الأستاذ تركي آل الشيخ عن قائمة الأفلام التي سوف يدعمها صندوق بيج تايم الاستثماري، والتي ضمت إلى جانب فيلم الست فيلم بعنوان شغل كايرو من بطولة كريم عبد العزيز ونانسي عجرم وإخراج محمد شاكر خضير، بجانب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق لأحمد عز واو الفيل الأزرق لكريم عبد العزيز، والجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بطولة الفنان محمد هنيدي. كما تضم القائمة فيلم ليس حتة بطولة أحمد حلمي واو إكس مراتي بطولة هشام ماجد وأمينة خليل، ونسخة معاصرة من فيلم البحث عن فضيحة لكريم محمود عبد العزيز، وذلك بجانب فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز واو المنجمي لعمرو يوسف واو رماح لآسر ياسين وغيرها من الأعمال، مشيرا إلى أن شركات كبرى في فرنسا وبريطانيا ستتولى عملية تلوين هذه الأفلام وهندسة الصوت.